موت الأميرة ديانا كان أكتر خبر مغرق الصحف في سنة 97، وانتشرت نظريات كتيرة حوالين موتها، أهمها إن أهلها هم اللي قتلوها بسبب واحد مصري. غريبة مصري دي مش كده؟ بس تفتكر ليه قتلوها بسببه؟ القصة دي من كتر ما هي غريبة نتفليكس عاملة عنها مسلسل وقالب الدنيا دلوقتي، لأن الشخص ده كان من أسباب نهضة دبي والإمارات اللي انت شايفها دلوقتي، وكان البيست فريند بتاع الملكة إليزابيث، وقدر ان هو يخلي انجلترا كلها في جيبه. دي مش قصة صعود تقليدية زي أي حاجة انت سمعتها قبل كده، لأن الراجل ده كان علاقة بواحد من أكبر تجار السلاح في التاريخ، ورغم كل ده محدش قدر يمسك عليه حاجة. تخيل معايا عيل اسكندراني صغير مولود في عيلة بسيطة جدا، وابوه مدرس عربي في مدرسة حكومة، وامه ست بسيطة وربت منزل، وعايشين في منطقة شعبية بسيطة. الاطفال اللي بيتولدوا في الظروف دي غالبا بيحتاجوا انهم يشتغلوا عشان يساعدوا في مصاريف البيت، ولو البيت مهتم بالتعليم الاولاد دول بيكونوا شاطرين جدا على الرغم من انهم بيكونوا بيشتغلوا، وبنشوفهم في الكليات بيطلعوا من الاوائل او بيدخلوا صنايع وبيتعلموا صنعة يشتغلوا بيها. بس عارف ايه اللي غريب ان هو يحصل؟ ان هو يبقى من اغنى ناس في البلد ويتقارن بحرص. بس المستحيل ده بقى حقيقة في قصة حياة محمد الفايت، واللي مش بس تصنف من اغنى 5 اشخاص في مصر، لا ده كمان قدر ان يبقى على تواصل مع الملكة إليزابيث مباشرة. محمد، but you must call me مومو. وابنه والأميرة ديانا اللي ما كانش فيه حد مش بيحبهم ارتبطوا وكانوا بيخرجوا مع بعض كتير. وهنا يجي السؤال المهم، ازاي واحد ما عملتوش ولا حاجه ولا هو ولا عيلته وكانوا عايشين اليوم بيومه يتحول انه يبقى رجل اعمال كبير بالشكل ده؟ طيب هل ده فعلا توفيق من عند ربنا والراجل ده كان مجتهد ووصل لكل ده بالحلال، ولا ما كانش حلال قوي؟ لما تيجي تدور في وسط الفيديوهات والمقالات عن حياه محمد الفايت هتلاقي حاجات كتيره قوي مش مفهومه، وفي فراغات محتاجه تتملي عشان تفهم القصه. واحنا قعدنا اكتر من اسبوعين بندرس الموضوع عشان خاطر نقدر نربط الخيوط ببعضها ونوصل للقصه كامله، والاستنتاجات دي وارد ان يكون فيها حاجات صح، وارد ان يكون فيها حاجات غلط. محمد الفايت في الفتره اللي كان مشتغل فيها في المينا بتاعه اسكندريه كان في ولد سنه قريب منه بس ظروفه عكسه تماما. الولد ده كان من الطبقه بتاعه سكان ايجيبت دلوقتي، كان بيدرس في مدرسه اسمها فيكتوريا كوليدج، وكان زميله فيها حسين ابن طلال ملك الاردن. غير ان المدرسه دي اتخرج منها شخصيات تقيله قوي ومشهوره ومعروفه. الولد ده هو عدنان خاشقجي، وابوه يبقى محمد خاشقجي الدكتور الشخصي بتاع الملك عبد العزيز ال سعود مؤسس السعوديه. ودي اخر مره اقول فيها كلمه خاشقجي عشان دي صعب قوي، هنمشيها عدنان بس. عدنان ده كان عيل شاطر قوي من صغره في البيزنس، من وهو لسه في المدرسه. مره واحد ليبي كان معاه في المدرسه عاوز يستورد فوط من مصر، وولد تاني مصري في المدرسه ابوه عنده مصنع فوط. عرف الاثنين على بعض وعمل ديل طلع له منه ب $1,000 عمولة، اللي هي تعادل دلوقتي $12,000، يعني 360,000 جنيه مصري. تخيل عيل صغير في ابتدائي يعمل له مصلحة ب 360,000 جنيه، ودي كانت بس البداية. بطل قصتنا اللي هو محمد الفايد الغلبان كان بيشتغل في ميناء الإسكندرية شيال. المينا تعتبر من أحسن الأماكن اللي ممكن تتعلم فيها التجارة، وده اللي خلى الفايد من صغره متميز في التجارة، بس ما كانش لسه خد فرصته. في الوقت ده كانت مصر لسه تحت سيطرة الاحتلال الانجليزي، ودي كانت حلقة الوصل ما بين محمد الفايد وعدنان. طب ازاي؟ هي دي بقى النقطة. عدنان من بعد صفقة الفوط اللي دخلت له اول $1,000 في حياته كمل في موضوع الوساطة مقابل الفلوس، وفي الوقت ده احلى حاجة ممكن تتوسط في تجارتها هي انك تدخل سلاح. وعدنان ما فوتش فرصة زي دي، فكان بيدخل سلاح لحركات المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي. اسم عيلة عدنان كانت بتسهله الدخول لمعظم الاماكن، بس الاكيد ان هو كان محتاج برضه مساعدة من حد في المينا عشان يسهل له عملية تخريج السلاح، وده كان قدر الفايد انه يشتغل في السلاح مع عدنان من الوقت ده، ودي كانت الطريقة اللي عدنان عرف بيها الفايد. لو فتحت دلوقتي ويكيبيديا هتلاقي محمد الفايد اتجوز سميرة خاشقجي سنة 1954. السؤال برضو المهم، ازاي محمد الفايد وسميرة هيتجوزوا مش راكبين خالص مع بعض؟ لانهم مختلفين عن بعض تماما. اولا الفرق الثقافي ما بينهم كبير جدا، وده طبعا هيعمل ازمة. يعني واحدة تعليمها كان في اعلى المدارس والجامعات، وكانت متجوزة من مصطفى امين مؤسس جريدة اخبار اليوم، يعني راجل على قدر عالي جدا من العلم والمعرفة. هتقدر بعدها تعيش مع واحد ازاي ما كملش تعليم؟ غالبيه المؤرخين بيقولوا ان الجوازه دي حصلت مصلحه، عشان التعاملات الكتير اللي بتحصل ما بين عدنان وما بين محمد الفايد محدش يشك فيها، وفعلا الجوازه دي ما كملتش سنتين على بعض، بس كانوا فيها يخلفوا عماد الفايد، اللي كان على علاقه سيكو سيكو مع الاميره ديانا اميره ويلز.
عدنان ده اسم ما ينفعش يعدي كده وخلاص. الراجل ده كان من اتقل الشخصيات اللي جت في التاريخ، ورغم من كده معظمنا ما يسمعش عنه. هو ده اللي كان بيتقال عليه فعلا وور لورد بمعنى الكلمه. يكفي ان هو تصنف كاغنى راجل في العالم في السبعينات بثروه وصلت ل 40 مليار دولار، وكل ثروته دي عملها من تجاره السلاح اللي كان في منها بشكل رسمي ومنها برضو اللي بشكل غير رسمي، لان تجاره السلاح كانت موجوده بشكل كبير في الوقت ده، خصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه، لان كان في كميه سلاح كتيره قوي البلاد ما بتستخدمهاش وبتضطر ان هي تبيعها لبلاد تانية، وده بيتم عن طريق وسيط بيربط ما بين البلدين وبياخد النسبه بتاعته. ومن اشهر الصفقات اللي عملها في التاريخ هي صفقه اليمامه، ممكن تكون سمعت عنها قبل كده. الصفقة دي كانت عبارة عن ان السعودية هتاخد السلاح من بريطانيا مقابل البترول، واللي كانت قيمتها حوالي 20 مليار دولار، يعني بارقام دلوقتي 150 مليار دولار. ده غير برضو ان هو كان وسيط بين اكبر شركات السلاح في امريكا والسعودية عشان يخلص الصفقات. عدنان ده كان بيتعمل له 1000 حساب، لا 1000 مليون حساب. لما كان بيروح اي دولة الرؤساء نفسهم كانوا بيستقبلوه افخم استقبال. راجل عنده علاقات اكتر من اي حد على الكوكب كله. كل ده كان بالنسبة للفايد فرصة ما تعوضش، وعدنان كان بيعتمد عليه قوي في حاجات كتير. ده غير ان هو كان بيثق فيه وبيأمن له بشكل مش طبيعي، والثقة دي ما جاتش غير بعد عمليات كتيرة ناجحة عملوها سوا. الفايد عمل فلوس ضخمة جدا من شغله مع عدنان. الفايد اي نعم ما كانش مكمل تعليمه، بس كان ذكي قوي، وذكائه عدى حتى الحكومات، وهقول لك ازاي. محمد الفايد عمل شركة نقل بضايع في مصر، واللي بعد كده نقلها من مصر لإيطاليا، وكمان نقل هو كمان عشان يعيش هناك سنة 1958، وبدأ أكتر من بيزنس تاني هناك في إيطاليا، وقعد هناك 6 سنين. وبعد كده عدنان خلاه يروح على دولة صغيرة كده في جنوب شرق آسيا، بس هي واحدة من أغنى الدول في العالم وتعتبر أغنى دولة إسلامية في العالم كله، وهي سلطنة بروناي. الفايد في الأصل لما راح هناك كان عشان خاطر يخلص شغل ما بين عدنان والسلطان حسن البلقية، بس الحاجة التانية والأهم واللي بانت للسلطان حسن البلقية ان محمد الفايد رجل اعمال شاطر جدا، فاهم بيزنس كويس قوي. السلطان حسن خلاه واحد من المستشارين بتوعه اللي بيستثمروا في فلوسه، والفايد نجح ان هو يزود ثروة السلطان حسن، وده خلى الفايد يبقى شكله قوي جدا قصاد العالم كله. ده غير ان دي كانت اول مره يتعامل فيها مع حاكم دوله بشكل مباشر، ودي مش اي دوله، دي واحده من اغنى الدول في العالم. وبسبب النجاح اللي حققه في بروناي، محمد الفايد راح على الامارات وقابل حاكم اماره دبي بعد ما استقلت، وهو شيخ راشد بن سعيد ال مكتوم، واللي واثق جدا في فايد ووافق على اقتراحاته. واقتراحه كان ان هو اول حاجه واهم حاجه يعملها هي ميناء بحري في دبي، عشان يحولها منها مجرد بلد صغيره معتمده على البترول لواحده من اكبر المراكز التجاريه الدوليه في العالم كله. وكمان هو والشيخ راشد كانت رؤيتهم واحده، وكانت الرؤيه دي ان هم محتاجين يخلوا دبي على اعلى طراز معماري وحديث فالعالم كله يسمعنا. الفايد والشيخ راشد بقوا على علاقه كويسه جدا، وبقى الفايد قريب من العيله الحاكمه في دبي. لا ده كمان محمد الفايد حل للشيخ راشد مشكله كبيره قوي كان بيواجهها، وهو انه توسط لشركات البترول انها تيجي وتستثمر في دبي، عشان كانوا شايفين ان وقتها دبي ما فيهاش بترول كتير والخير كله موجود في السعوديه. بس بكلام الفايد وعلاقاته قدر يقنع شركات البترول انها تيجي دبي، وفعلا بداوا في تنفيذ المشروع. والفايد قدر ان هو يجيب شركات انجليزيه ومستثمرين ينفذوا المشاريع اللي اتفقوا عليها، وتاسس ميناء دبي الدولي سنه 1968، وفعلا دي كانت بدايه المدينه العالميه. وفي نفس الوقت في فلوس كتيره قوي زي الرز راحت الفايد بسبب الوساطه بتاعته. الفايد في الوقت ده مبقاش مجرد حد عادي شغال مع عدنان، ده بقى راجل بيتعامل مع الملوك والحكام بشكل مباشر. دي كانت بدايه تاسيس الامارات الحديثه اللي احنا عارفينها دلوقتي. وبعد ما خلص الرحلة بتاعة دبي راح أخيرا يعيش في بريطانيا، وتحديدا في لندن، البلد اللي سلطته وصلت فيها لأقصى حاجة ممكنة، وفي نفس الوقت هي نفس البلد اللي كسرته وكمان رفضت تديله الجنسية بتاعتها. الفايد لما راح انجلترا كان خلاص اتعود ان البلد اللي هو فيها لازم يكون حتة تقيلة جواها، ويبقى عنده أتقل كونكشنز موجودة، زي انه يبقى على اتصال بالملوك والحكام. بس المره دي الموضوع اصعب بكتير، لان بريطانيا وقتها كانت قوه عظمى مش طبيعيه. الفايد لما قرر ان هو يستقر هناك اول حاجه عملها انه اشترى فندق الريتز، وهتعرف ليه كمان شويه، وموجود فرع منه عندنا في القاهره في ميدان التحرير، ويعتبر من اجمل الفنادق اللي موجوده في القاهره. تعرف ايه هي نقطه الضعف بتاعه الملكه اليزابيث؟ حبها للتحف والحاجات النادرة، وما يهمهاش الطريقة اللي هتوصلها بيها. وهنا الفايد استغل النقطة دي أحسن استغلال، بعد ما اشترى الفندق بعد رسالة للملكة إليزابيث بيقولها فيها تيجي تاخد اللي هي عاوزاه من الفندق كهدية وعربون صداقة. ودي كانت أول خطوة في خطته عشان يبقى ليه نفوذ في بريطانيا، وكانت تاني خطوة بعدها إنه اشترى مجموعة هاوس أوف فريزر
اللي من ضمنها واحد من أكبر المحلات في بريطانيا كلها، وهو محل هارودز اللي كانت الملكة نفسها بتشتري منه. وجه في نص التسعينات حاول إنه يشتري جورنال توداي الإنجليزي، بعدها حب يشتري محطة أخبار لندن على الراديو والحكومة رفضت، ومن هنا بدأت الحرب الإعلامية ضد محمد الفايد. لو إيه يا عم الراجل اللي جاي من بره ده عاوز يسيطر على البلد، يشتري فنادق ومحلات وبيظبط الملكة إليزابيث وعاوز كمان يشتري الإعلام، إيه يا باشا هو جاي يسيطر على البلد ولا إيه؟ واللي اشتراها بدل الفايد كان واحد يهودي، واللي فضل يهاجمه في الصحيفة من وقتها. والدنيا كانت ماشيه عادي لحد ما حصلت المفاجاه اللي مش بس هزت عرش بريطانيا، دي هزت العالم كله، والصحافه في كل حته في العالم ما كانتش بتتكلم غير على الموضوع ده، وهو موت الاميره ديانا. الاميره ديانا ماتت في حادثه عربيه في نفق في باريس، بس المفاجاه ان اللي كان معاها في العربيه هو عماد الفايد ابن محمد الفايد، وده كله كان بسبب ان محمد الفايد ما كانش عارف حدوده كويس، وانه مش اي حد ينفع يحاول ان يتحداه، عشان مهما كنت كبير في اللي اكبر منك. في 94 الامير تشارلز اللي هو حاليا ملك بريطانيا طلع وصرح ان هو كان بيخون مراته الاميره ديانا، وكانت كشفته قبل كده وحاولت تخليه بطل بس ما عرفتش، وانتهى الموضوع بانهم هما الاثنين اتطلقوا. محمد الفايد وابنه عماد شافوها فرصه ما تعوضش، وفعلا عماد والاميره ديانا اتصاحبوا، والصحوبيه دي ما كملتش صحوبيه عاديه لفتره كبيره، لانهم ارتبطوا وبقى في بينهم علاقه، والاعلام ما صدق وكان لازق لهم في كل مكان. الكلام ده طبعا ما كانش على هوا ملكه بريطانيا نهائي، لان سمعه العيله بتضيع والدنيا بتسيب من ايديها. لما كان عماد وديانا راكبين العربيه سوا وحصلت الحادثه بيهم في نفق بونت دو الما في فرنسا، ومات فيها الاثنين سوا. دودي اند ديانا بين ميردر ديفينتلي، وكان ماشي بيرفع قضايا على اي حد بيجي قدامه، العيله المالكه البريطانيه وملكه بريطانيا، وانها هي والمخابرات الفرنسيه كانوا طبخينها سوا، ورفع قضيه على الموساد الاسرائيلي، وقال كمان ان هم ليهم ايد في الموضوع، وحوارات كتير قوي. والعيله المالكه ردها بكل برود، قالوا ان التحقيقات شغاله ونتائجها قدامكم وبس كده. اكتر سيناريو الناس كانت مصدقاه وقتها ان فعلا الملكه هي اللي خططت لكده، لان ما ينفعش اميره ويلز تبقى حامل في عيل من اصل عربي ومسلم، لان ده كان هيقلب ميزان الحكم في بريطانيا، فقرروا يريحوا نفسهم من الدوشه دي. الفايد بعد المحاولات دي كلها ما قدرش يوصل لاي حاجه، وفضل سنين عايش في حزن، ومن بعدها ما حدش بقى يسمع عنه حاجه، وكل حياته كان عايش بره وما فكرش ابدا انه يرجع ويستثمر في مصر في اي وقت من الاوقات. محمد الفايد ثروته وصلت ل 2 مليار دولار، وكان مصنف انه رابع اغنى راجل في مصر. الراجل ده قدر يعمل حاجات مش طبيعيه في وقت قياسي، بس اللي خلاه يعمل كده هو السحر. الفايد كان بيمتلك سحر اقوى من الدجل والشعوذه. الفايد كان شبكه علاقات متنقله، كان بيقدر يعمل اي حاجه الناس شايفاها صعبه ومستحيله بعلاقاته ونفوذه. العلاقات كانت مصدر قوه كبير بالنسبه له، اقوى من الفلوس. مهما كنت شاطر في ايه ومعاك ايه، لازم تبقى عندك علاقات قويه، هتسهل لك حاجات كتيره قوي وهتفتح لك ابواب كتيره متقفله. لو في ناس عرفتها في شغل جديد اوعى تخسرها، وروح الاماكن اللي فيها حاجات ليها علاقه بالكارير بتاعك سواء ايفنتات او مؤتمرات، وتعرف على ناس جديده تقدر ان هي تكبرك اكتر في المجال اللي انت فيه، هتفتح لك فرص جديده عمرها ما كانت هتتفتح لك وانت قاعد لوحدك ومستني طاقه القدر، وساعتها هتقدر تحقق اللي انت نفسك فيه من زمان. انا كريم حنفي، سلام.